بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يسر الحج على الحجاج والمسافرين، واللهم أعدهم إلى بلدهم سالمين آمنين غانمين مغفورا لهم يا رب العالمين، ولا تحرمنا أجرهم يا رب العالمين، واكتب لنا الحج هذا العام وكل عام ما حيينا، إن لم يكن حسا فبالنية يا رب العالمين والثواب، وعلمنا ما ينفعنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. بقية الأبواب الواردة في كتاب الإكراه. باب: إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز، يعني لم يجز هبته وبيعه. يعني واحد عنده عبد فأكرهوه أن يهب العبد لغيره أو أن يبيعه لغيره إكراها، لم يجوز هذا البيع. لماذا؟ لأن من شروط العاقدين في عقود البيع الاختيار مع الملك التام، مع إيه؟ الرشد. لازم يكون رشيد. يعني إيه رشيد؟ في التصرف، ما ينفعش بيع الصبي الصغير، يبقى لازم الرشد. وإيه؟ والرشد يقتضي العقل مع السن، حسن التصرف مع الملك التام مع الاختيار كده. دي شروط العاقدين. فلو حصل إكراه، أكرهتك عشان تبيع عربيتك، فهمت ازاي؟ هذا البيع لا يجوز، لا ينعقد ولا ينتقل بملكية، فهمت؟ لأن العقد الصحيح، يعني عقد البيع الصحيح، بينقل الملكية للمشتري، يبقى مالك. لا، أنا جيت أكرهتك بالعافية تبيع العبد بتاعك أو تهب لي العبد بتاعك، فأنت فعلت ذلك على سبيل الإكراه، لا يجوز ولا تنتقل الملكية، وهذا عقد باطل. واضح؟ يبقى لا تصح الهبة ولا البيع. ليه؟ لفقد شرط الاختيار. آدي العلة، لفقد شرط الاختيار. وقال بعض الناس اللي هو الحنفية، الأحناف، خد بالك الأحناف ليهم رأي دقيق مخالف للإجماع في هذه المسألة، وإن كان له وجهة نظر يخالف حتى رأي الإمام البخاري، عشان كده الإمام البخاري قال وقال بعض الناس، يعني مش عاجبه الرأي ده، فهمت إزاي؟ وبرضه من باب الأدب، ما فيش تشهير بالمخالف، فهمت؟ وقال بعض الناس: فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره. ليه بقى؟ يعني افرض إن أنا أكرهتك تبيع لي عبد عندك علشان أنا نذرت أعتقه ومش لاقي عبيد في السوق وعايز أوفي النذر، أعمل إيه؟ فأكرهتك إنك أنت تبيع لي العبد بتاعك ده حتى أوفي نذري، فهمت إزاي؟ أو أن إيه أدبره. يعني أدبره يعني إيه؟ يعني أما أشتريه منك هقول له أنت حر دبر موتي، يعني وعد بالحرية. الإمام أبو حنيفة نظر إلى تشوف الشرع، تشوف الشرع إلى إيه؟ إلى الحرية وعدم الرق، فقال لك الصورة دي بس أنا أوجزها، بالرغم أن العقد فاسد وليس باطل. يبقى إيه؟ عقد فاسد لأنه تم بالإكراه، وليس باطل، واخد بالك؟ وليس باطل. طالما العقد فاسد وليس باطل، لأنه فرق بين الفساد والبطلان. البطلان ايه؟ ما لا يوافق الشرع لا صورة ولا حقيقة، فهمت ازاي؟ يعني ايه؟ لا يصح بأصله ولا بوصفه، يسموه باطل.
لا يصح بأصله ولا بوصفه. لكن ساعات يقول لك العقد الفاسد ايه؟ يصح بأصله ولا يصح بوصفه. يعني عقد بيع ممكن يتم بالوكالة يصح بهذه الصورة. طب افرض واحد باع ما لا يتوكل فيه، يعني انا ما وكلتكش لكن انت صديقي، فلقيت العربية بتاعتي اللي هي تمنها 60,000 جنيه واحد عايز يشتريها ب100,000، فدي فرصة مش عايز تضيع عليا، ما انا صديقك، بتقول له بعتها لك وانت لا تملكها. فهمت بقى ازاي؟ لانه عارف ان صديقه اما يعرف الفرصة دي مش هيضيعها. او هذا العقد ده يصح بأصله لانه ممكن ايه؟ لو غير المالك ممكن يبيع له المتوكل عنه الوكيل، لكن ما يصحش بايه؟ بوصفه، لان الراجل ده ليس وكيل بحقيقه، انا ما وكلتوش. فهمت؟ او ابني مثلا الصغير بيفهم شويه في السوق، فماشي في السوق بكده اتعرض عليه الساعه اللي انا جايبها له وهي بتاعتي، قلت له البسها، فلقى واحد في السوق يقول له الساعه بتاعتك دي جميله قوي، خدها ب 5,000 جنيه هو عارف ان ابوه جايبها له ب 1,000. طب والله فرصه. اما بيع بخمسة واجيب واحدة زيها ب1,000 واشيل اربعة في جيب، دي فرصة. فقال له بيع يلا. او ده بيع لا يصح لانه جاي من ايه؟ من صبي صغير. لا يصح ايه؟ بوصفه. لكن يصح باصله ليه؟ لانه بقى عاقدين. واخد بالك؟ في عاقل والتاني واحد وفي ثمن. فهمت بقى الفرق؟ يبقى الفرق بين الفاسد والباطل، عند الشافعية ما فيش فرق بين الفاسد والباطل. إلا في الحج بس. يعني في الحج رجعوا تاني غصب عنهم لفكر الأحناف، عشان تعرف إن فكر الأحناف ده دقيق. جم في الحج تورطوا. طول عمرهم في كل فروع الفقه يقول لك الفاسد والباطل. جم في الحج حصل توريطة. توريطة سودة. افرض واحد رمى رمية العقبة الكبرى يوم النحر. كويس؟ وحلق شعر ولبس ثيابه وتطيب، يبقى حل ايه؟ احلال اصغر. وجامع زوجته قبل ان يطوف، اعمل فيه ايه؟ يوم الشافعيه يقول لك ايه؟ رجعوا لابو حنيفه بقى. قال لك حجه فاسد وليس بباطل. الله، ده انت رجعت بقى لراي الاحناف. فسد حجه ولم يبطل، وعليه ان يتم ما عليه ويعيد في العام القادم. فهمت ازاي؟ يعني اضطروا يرجعوا الرأي الاحناف في حتت. فالاحناف بيقول لك ايه؟ انا عندي هنا الاكراه في البيع، يبقى ايه؟ بيع باطل لفقد الاختيار، زي بيع الفقهاء. قال لك الا في صوره واحده بس استثنوها. قال لك لو كان المشتري عنده نذر انه يعتق العبد ده، أو إنه يدبره يقول له أنت حر دبر موتي، فالشرع مع الإيه؟ مع العتق. فكون الشرع مع العتق والإكراه يجعل العقد ده فاسد وليس بباطل. فهمت إزاي؟ فاسد وليس بباطل. أقوم أصحح هذا العقد إيه؟ علشان موضوع إيه؟ التشجيع للعتق. في الصورة دي بس. فكأنهم ايه؟ استثنوا الصورة دي بس من باقي، وخرجوا عن الإجماع في الصورة دي بس، مش في كل الصور. فالإمام البخاري والجمهور قالوا لهم لا، احنا عندنا القاعدة تمشي على طول، ما فيش حاجة اسمها استثنى. أي عقد مع إكراه لا ينبني عليه ثمرته، فلا تنتقل فيه ملكية. فهمت بقى ازاي؟ يبقى وجهة الأحناف ليهم وجهة، حكاية تشوف العقد الشرع للحرية والعتق. فقال لك نصحح الصورة دي بس لتشوف الشرع الحر. بيقول لك فإن نذر المشتري فيه، يعني المشتري اشتراه بالإكراه من المكره، نذر نذرا يعني نذر ان هو يعتقه، فهو جائز. الصورة دي نجوزها بزعمه، يعني بزعم ايه؟ الناس اللي قالت كده، كلمة بزعمه دي لأن ما عندهمش دليل على الاستثناء ده، اشمعنى في الصورة دي استثناء؟ فهمت؟ لكن الأحناف بيقول لك أنا دليلي مقصود الشرع العام.
ليس فيها ايه دليل خاص بيها، لكن انا ليا نظرة الشرع العام المقصود العام للشرع. فهمت رأي الاحناف؟ انا ورأي وجيه، رأي الاحناف رأي وجيه على اي حال، بالرغم ان احنا شافعية مع الجمهور، واخد بالك، من حيث ايه اتباعنا لمذهبنا، لكن في نفس الوقت وجهة نظر الاحناف وجهة لطيفة. ليه؟ لانها بتحقق مقصود الشرع في صورة من الصور، واضح؟ وكذلك إن دبره، وكذلك لو نذر إن هو يشتريه ويقول له أنت حر دبر موتي، برضو الصورة دي تنفع. ليه؟ لأن في وعد بالحرية، واضح؟ وعنه به قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام. طبعا ابن دي فيها زيادة وهم، هو نعيم النحام نص عليها الدمياطي وهو عنده حق، واخد بالك، هو نعيم النحام مش ابن النحام، واضح؟ فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول. يعني ايه؟ في راجل أنصاري اسمه ايه أبو مدكور، اللي هو أوهمه هنا، يعني أبهمه. أبو مدكور ده على فكرة مدكور بالمصري في اللغة الفصيحة مذكور، يعني مذكور عند مولاه، احنا نسمي مذكور يعني مذكور عند الله، فهم؟ اصلها ذال، بس المصريين بدل ما يطلع لسانه ويقول ذال وكله يقول يا مذكور يا مذكور، يقول لك مذكور وخلاص، سهلة، فهم؟ بيسهلها لنفسه، فهم؟ فأبو مذكور ده بقى، أبو مذكور كان اسمه أبو مذكور الأنصاري ده، عنده عبد قبطي، يعني إيه قبطي؟ يعني من مصر، عبد شاريه مصري، بلده مصري أصلا، يبقى قبطي يعني مصري، مش معناه مسيحي، قبطي يعني مصري، ده جنسية، ما أقول فلان ماليزي، دي جنسية مش ديانة، فهمت إزاي؟ قبطي دي جنسية مش ديانة، فهمت؟ فممكن يبقى القبطي ده مسيحي، ممكن يبقى القبطي ده يهودي، ممكن القبطي ده يبقى كافر ملحد، ممكن يبقى القبطي ده مسلم، فهمت بقى؟ يبقى ايه؟ يبقى قبطي معناه مصري. فأم أبو مذكور ده قال له ايه؟ أنت حر دبر موتي، قال للواد ايه؟ القبطي ده، أنت حر دبر موتي. أبو مذكور ما عندوش مال غير العبد ده، لا يملك في الدنيا حطام الدنيا إلا العبد ده، وعليه ديون للناس. تقوم انت تتصرف في كل ما تملك وتسيب ديون الناس ده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه لغى ايه التدبير وايه واكرهه على البيع. يبقى هنا اكرهه هنا ايه بسلطه الحاكم، وراح بايع ابو مذكور وسد الديون. فهمت بقى الفكره؟ يبقى يجوز الاكراه في البيع في صوره اذا كان اكراه بحق. هو عايز الإمام البخاري يقول لك كده، إن البيع مع الإكراه لا يجوز إلا إن كان إكراه بحق، وأن النبي لم ينفذ الوعد بالتدبير بالرغم إنه هو يؤدي إلى العتق وهو مقصود الشرع الكبير، تغليبا لحق الدائنين. فهمت بقى إزاي؟ تغليبا لحق الدائنين، لأن أنا عندي مصلحتين، مصلحة تعود على العبد القبطي ده، ومصلحة تعود على الدائنين. الدائنين عددهم كتير، فاللي هينضر عدد أكتر من اللي هيستفيد. واحد يستفيد وضر به كذا واحد، لا، يوم النبي صلى الله عليه وسلم قدم إيه؟ مصلحة المتعدد على مصلحة الفرد. فهمت بقى الشرع؟ عشان كده الإمام البخاري بيقول أهو يا أحناف، مش أنتوا بتقولوا نستثني اللي دبر في البيع بالإكراه ونصححه، واخد بالك ازاي؟ طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما استثنهوش، وباعه وب 800 درهم، وكمان ايه سد الديون ولم يجزه. ف
فاهم؟ فده دليل للجمهور. دليل لمين؟ للجمهور. سيدنا جابر بقى بيقول ايه؟ عبدا قبطيا مات عام اول، يعني مات السنه اللي فاتت، وهو بيروي بقى الحديث ده بعد بقى سنوات طويل. قال لهم العبد القبطي ده فضل عايش، مات السنه اللي فاتت. باب من الاكراه كره وكره واحد، يعني لما تقول كرها وكرها بمعنى واحد، فتح الكاف وضمها بمعنى واحد، كره وكره، واخد بالك؟ حملته كرها ووضعته كرها، وممكن تقول حملته كرها ووضعته كرها من حيث اللغة. واحد أي في المعنى. وعن أبي قال حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طيب كرها هنا، كانوا زمان في الجاهلية المرأة لو مات زوجها ورثها أولياء الزوج، ورثوا إيه؟ ورثوا ولايتها، ولهم أن يكرهوها أن تتزوج من شاء ولا اختيار لها، ولهم أن يعضلوها فلا يزوجها أحد ويسيبوها كده. فهمت إزاي؟ فنهى القرآن نهى عن هذه الوراثة التي فيها نوع إكراه. فهمت إزاي؟ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، يعني يفعلوا فيها، يعني فاقدة الإرادة. لو مات زوجها صارت فاقدة الإرادة، كأنها عقار ورثوه، يقولوا لها أنت هتقعدي كده نجوزك فلان، عندنا واد أهبل في العيلة هنجوزه لك. ما ينفعش، الشرع يقول لك لا ما يصحش، لكن في الجاهلية كان يصح. فهمت بقى ازاي؟ عندنا واد في العيلة مدمن ومجرم وقليل الأدب، محدش قابل يتجوزه، هنجوزه احنا للست دي، تقوم تتجوز وهي كارهة. فهمت ازاي؟ لأن أفقدوها حريتي على الاختيار، فجاء الشرع الشريف منع هذه الصورة كلها. المرأة بعد ما تنقضي عدتها، عدة الوفاة، هي حرة نفسها، ترجع لأوليائها، ترجع لأبوها وأخوها وعمها يزوجوها، مش أولياء الزوج وأقارب الزوج يتحكموا فيها، أسرة تانية تتحكم فيها، لا ترجع لأسرتها. فهمت بقى إزاي؟ اللي إحنا عليه دلوقتي في الشرع بتاعنا، لكن الكلام ده نزلت الآية علشان إيه؟ فعل الجاهلية. فنزلت هذه الآية بذلك. باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها. يعني ايه؟ واحدة خطفوها واغتصبوها، زانوا بيه، لا حد عليها، لأنها فقدت الإرادة. طالما فقدت الإرادة يبقى لا مسؤولية عليها. فهمت بقى ازاي؟ طالما فقدت الإرادة لا مسؤولية. طب والحد يقام على مين؟ على اللي اغتصبها، ده مجرم. طب وهي مسكينة، ده احنا هنقعد نعالج فيها علاج نفسي، ده جالها صدمة عصبية نفسية تتعالج فيها، مسكينة. فهمت ازاي؟ يبقى كمان عندها صدمة نفسية، وكمان نقيم عليها الحد، نجلدها ولا نرجمها؟ شرع ايه ده بقى؟ فهمت؟ ما ينفعش. فهمت بقى؟ باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها. برضو ليه؟ لأنها مكرهة، والمكره لا اختيار له، والحد على من ارتكب الفعل المحرم بكامل اختياره. فهمت بقى؟ في قوله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ما قالش إيه؟ فإن أكرهوهم أقيموا عليهم الحد وبعدين ربنا يغفر لهم، لا، قال خلاص ما قالش عليهم حد خالص. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، مش كده برضو؟ فإن ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني إذا عادت إليهم كامل اختيارهم، واخد بالك، وحريتهم في الإرادة،
فالفترة اللي هم كانوا مكرهين فيها على الزنا لا إثم عليهم فيها ولا حرج عليهم فيها، والشرع لا يطلب منهم شيء. فهمت ازاي؟ وعن أبي قال وقال الليث حدثني نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرت أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرها حتى افتضها. يعني عبد من العبيد اللي هم بتوع ايه؟ بتوع الإمارة. الإمارة يعني بتوع الأمير. اغتصب جارية رقيق غصب عنها، فهمت؟ حتى افتضها، يعني ايه؟ يعني كانت بكرا، فافتض بكرتها، يبقى افتضها يعني كانت بكرا. فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. يبقى المكرهة لا حد عليه. مسك الولد ده سيدنا عمر عمله ايه؟ جلده 50 جلدة لأنه عبد، فنصف ايه ما على المحصنين من العذاب، مش كده برضو؟ الحر يجلد 100، مفيش رجم في العبيد، مفيش رجم في العبيد. العبد ليه؟ لأن ايه الحد للعبد نصف ايه المحصن، والرجم لا تنصيف فيه. يعني ينفع موته نص موتة؟ ما ينفعش. التنصيف في الايه؟ في الجلد. 100 جلدة يبقى خليها 50. يبقى العبد الزاني سواء كان محصن او كان بكرا حده 50 جلدة وينفع عام. ينفع عام، كويس؟ فسيدنا عمر عمل ايه؟ اقام الحد على الولد ده ونفاه سنة، والبت قال لها ما تزعليش يا بنتي معلش. ايه؟ وطبطب عليها كده وحيلها وقال لها ايه هندافع عنك بعد كده. قال الزهري في الأمة البكر يفترعها، يفترعها بمعنى يفتضها برضه. يفترعها يعني يفتضها. في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك يقيم ذلك الحكم. يقيم أو يقيم ذلك الحكم، هيحكم البنت الأمة دي وهي بكر لها تمن، واللي هي ثيب يعني ايه سبق لها الجماع لها تمن. البكر اغلى في سوق الرقيق، البكر اغلى. يقوم الحكم يقول البنت دي تمنها وهي بكر 50,000 جنيه مثلا، وهي ثيب تمنها 30,000 جنيه، يبقى في 20,000 جنيه خسرت من قيمتها. يبقى الحر يعمل ايه؟ يدفع الفرق ويقام عليه الحد. يدفع الفرق 20,000 جنيه لانه خسرها على صاحبها. لو راح يبيعها في السوق كان هيبيعها بكر ياخد 50,000، دلوقتي هيروح يبيعها مش بكر هياخد 30,000 بس، يبقى خسر. فهمت؟ فيقوم يعمل ايه الراجل اللي هو ايه افتضها ده بغير حق؟ يدفع ال 20,000 ويقام عليه الحد. اذا كان بكر يجلد 100 جلد وينفع عام، واذا كان محصن يرجم الى الموت. فهمت بقى؟ ادي المعنى كلامه. هو عايز يقول لك ان حاله الاكراه عموما مفيش مؤاخذه. كلمنا البنت دي ما كلمناش. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ لانها مكرهه. يبقى قال ايه؟ وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم. ينفع تقول يقيم أو يقوم أو يقيم، كل ده يجوز بالتخفيف والتشديد، والمشهور التشديد. ذلك الحكم، لأن الحكم ده يجي الحاكم يسأل أهل السوق بتاع سوق الرقيق، البنت دي لو بكر تساوي كام في السوق؟ فهمت بقى إزاي؟ ولو سيب تساوي كام؟ عشان يعرف الفرق في السعر. يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد. طيب افرض هو زنى بأمة ثيب معلوش غرام، لكن يقام عليه الحد. فهمت؟
لان هي ما قلش ثمنها. فهمت ما مساله؟ خد بالك لان الابواب اللي جايه كلها ابواب عايزه شرح، لو قراتها لوحدك غالبا هتفهمها غلط او مش هتفهمها، وانا اعتقد انك هتفهمها غلط اصلا. وعن ابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم عليه السلام بساره اللي هي ام سيدنا اسحاق، دخل بها قريه قيل ان القريه دي تسمى حران وقيل هي مصر، اختلف هل القريه دي كانت مصر ولا حران، وقيل الاردن. سيدنا ابراهيم استعد عمره كله مهاجر كده، يروح كل بلد يناقش الكفار اللي فيه وتنه سايبهم ويروح بلد تانية، يناقش الكفار اللي فيه تنه سايبهم ويروح بلد تالتة. قعد طول عمره كده ايه يقيم الحج على كفار عصره في البلاد المختلفة، ثم استقر به المقام في الشام. فهمت؟ بعد كده لكن ايه العراق والشام ومصر، لف البلاد دي كلها، وبعدين ايه اسكن ابنه اسماعيل في جزيرة العرب، وكل ما يخش بلد يشوف الكفار فين وبيعملوا ايه ويروح يناقشهم ويقيم الحج عليه. فدخل سيدنا ابراهيم في هجرته مع سارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابرة. في ستنا سارة كانت اجمل نساء عصرها، دخلت القرية الناس شافوها تلوحوا من جمالها. فطبعا الملك ليه عيون، والملك ده كان ملك فلاتي يعني بيحب الستات الحلوين. راحوا للملك بيتقربوا ليه قالوا له احنا شفنا لك واحدة دخلت القرية فيش اجمل من كده، قال لهم هاتوها لي. فهمت؟ فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، هي قاعدة مع إبراهيم ما يعرفوش أن إبراهيم ده لسه زوجها، لو قال لهم أنا زوجها يقتلوه، لكن لو قال لهم أنا أخوها مش هيقتلوه. فهمت بقى؟ فأرسل بها، أم سيدنا إبراهيم أرسل بها وأخذ عهدا على ربه ألا يقربها الجبار. فهمت؟ لدرجة أن يقال أن سيدنا إبراهيم طول ما هي عند الجبار وربنا كشف لسيدنا إبراهيم هي هناك بتعمل إيه في كل لحظة، شوف إيه عشان يطيب خاطره خليل الرحمن. فهمت؟ فقال له ارسلها يا إبراهيم ومش هيقرب لها ما تخافش، ومش كده وبس، وهخليك كمان تراقبهم مونيتورنج يعني بالشاشة قدامك شايف كل حاجة عشان يطمئن قلبك، ولو سألك انت مين قل لهم اختي، لان اخته في الدين، اخته في الدين مش اخته في النسب، فهي كلمة تعريض يعني. فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، فأرسل بها فقام إليها فحاول يقرب ليها، فقامت هي ايه لقت ابريق ميه كده توضته ايه وبقت تدعي ربنا ما يقرب ليش، قام ايه جاي يقوم نام ضرب عليه النوم لحد ما عمل كده فقر ورجله ضربت الارض، واخد بالك؟ وبعدين بعد ما فاق كده حاول تاني راح نام تاني ويعمل كده، فقام في الاخر ندى عليهم قال لهم ايه انتوا جبتولي عفريت مش جبتولي امراه، خدوها مش عايزها، واخدمها هاجر، يبقى دل على ان القريه دي كانت مصر. فهمت بقى ازاي؟ اخدمها هاجر يعني ادها هاجر هديه، كانت قامه عنده في القصر، وهاجر دي كانت بنت ملوك في مصر ضرب عليها الرق بسبب ان هذا الملك قهر اهل مصر، فايه فضرب الرق على ستنا هاجر اللي هي ايه كانت بنت الملوك، وصارت ايه في قصره امه. فقام اخدمها هاجر قال لها خدي هاجر وابعدي عني وادعي لي مش هقدر اقرب لك، عرف انها محفوظه. فهمت ازاي؟ فلما دخلت على سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم عرف الاخبار قبل ما تدخل، اهدته هاجر اديته هاجر هديه. فلما سيدنا ابراهيم دخل بهاجر ايه حملت، وكانت ستنا ساره ما بتحملش، فجابت ابنها ايه اسماعيل عشان ما ايه
ما يغرش صدر سارة بالغيرة، يقوم يعمل ايه؟ يقوم ان ربي لطيف لما يشاء، يقوم يقول لسيدنا ابراهيم خد هاجر واسكنها في واد غير ذي زرع علشان دي ليها مهمة تانية، وخلي بقى سارة ايه زي ما هي كده بعيدة عن ضرتها حتى لا ايه لا تغار عليه، فاهم؟ ولصبر ستنا سارة وطاعتها لزوجها ربنا ايه اكرمها وحملت وهي امرأة فوق التسعين وجابت سيدنا اسحاق على سبيل الكرامة والإكرام. أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إلي فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله. غط يعني إيه؟ فغط يا إما نام نوم عميق أو جاله نوع من الصرع، عارف الصرع اللي هو يجيله رعشة كده ويترمي ويبقى مش دريان بالدنيا، أي دي معنى غطة. يا إما صرع أو إيه أو نام نوما عميقا. حتى ركض برجله. باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه. هو جايب ليه حديث سيدنا إبراهيم؟ لأن سيدنا إبراهيم أكره أن يرسل زوجته لمن يريد إيذائها والاعتداء عليها، فلا إثم عليه لأنه أكره، وحفظه الله وزوجته لكرامته عند مولاه. فهمت بقى إزاي؟ فجايب لك في باب الإكراه. باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه. يعني افرض انت شايف صاحبك جاي واحد ظالم عايز يقتله، واللي جاي يقتله ده يعرفك، فتقوم تحلف له انه اخوك وهو مش اخوك عشان تدرع عنه ايه القتل. هل هذا فيه اثم ولا لا اثم فيه؟ هنا اكراه على اليمين لدفع الضرر عن الغير، واللي فات إكراه لدفع الضرر عن النفس، فدي مسألة ودي مسألة. هل يجوز الإكراه لدفع الضرر عن الغير؟ أما الإكراه لا يجوز إلا لدفع الضرر عن النفس بس. فهمت بقى المسألة؟ واحد هددك قال لك أنا هقتل أبوك لو ما سجدتش للصنم. فهمت إزاي؟ هنا ما أكرهكش في نفسك، ده أكرهك في غيرك. فهل تسجد للصنم ولا لا؟ لان الايه نزلت الا من اكره في نفسه وقلبه مطمئن. فهمت ازاي؟ يعني الاكراه وقع عليه هو مش وقع على غيره، يبقى التاني ده اكراه عاطفي مش اكراه نفساني، اكراه جسماني. فهمت بقى؟ ده اكراه عاطفي بيلعب بوجدانياتك بحبايبك. فهمت بقى ازاي؟ هل هذا ايضا فيها خلاف بين الفقهاء؟ بعض الفقهاء أجاز ذلك وبعض الفقهاء قال لك لا، الآية تناولت الإكراه في النفس وليس الإكراه في الغير، والأحناف استثنوا وقالوا الإكراه في الغير إن كان من الأقارب والمحارب فأيضا له أن يفعل ذلك حتى يدرى عن من يحب الضرر. فهم؟ باب يمين الرجل ظهر. كنا عايزين نخلص الباب. طيب على اي حال ده اخر باب في ايه؟ في كتاب الاكراه. هنفضل مكرهين كده ان شاء الله لحد ايه؟ يوم 1/9، السبت 1/9، يعني السبت القادم اجازه واللي بعده اجازه، وخليك مكره كده وخش عليك العيد وانت باب الاكراه بسبب ان الاذان بغتنا، واخد بالك؟ لحد 1/9 السبت نلتقي ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. هنمسك درس.